هلو هلو، النهاردة عندنا صنف حلو أسباني اسمه تشورز، بيتعمل بعجينة الشو وشبه بلح الشام بتاعنا شوية بس طعمه تحفة جدا. يلا تعالوا نشوف هنعمله ازاي. المقادير بتاعتي هحتاج كوباية دقيق وكمان نص كوباية من المية ونص كوباية من الحليب، وكمان هحتاج 3 بيضات و 100 جرام زبدة او حوالي 8 معالق كبار، معلقة كبيرة سكر ورشة ملح، حوالي ربع معلقة صغير. يلا تعالوا نبتدي الشغل بسرعة. أول حاجة في الحلة الصغنطوطة بتاعتي دي هنزل بالمية وبالحليب وهسخنهم كويس مع بعض. أول ما ابتدي أحس إن هما ابتدوا يسخنوا هنزل بالزبدة بتاعتي وأدوبها كويس مع المية والحليب، بعدين هنزل بمعلقة السكر ورشة الملح وهدوبهم كويس مع بعض. اول ما احس ان الخليط ده ابتدى يسخن ويقرب على الغليان هنزل بكوبايه الدقيق بتاعتي. خلوا بالكم في الخطوه دي ممكن نحتاج ان احنا نرفع الحله من على النار او نوطي النار شويه لحد ما اقلب الدقيق واحس ان هو كل الخليط بقى متجانس مع بعضه، بعدين ارجعها تاني على النار واقعد اقلب فيها اسوي الدقيق شويه. هلاحظ ان حتى الدقيق لونه ابتدى يفتح معايا. اول ما اوصل للمرحلة دي ان الدقيق استوى معايا والخليط ده استوى معايا هرفعه من على النار وهحطه في بولة واسيبه يهدى شوية من الحرارة بتاعته. بعد ما بارد خليط الدقيق بتاعي هبتدي انزل بالبيض واحدة واحدة، يعني واحدة وهقلب لحد ما تدوب خالص جوه الخليط، وبعدين انزل بالتانية وبعدين انزل بالتالتة. ممكن في المرحلة دي تستخدموا يا اما المضرب اليدوي او المضرب الكهرباء، ممكن بالمعلقة الخشب او السيليكون عادي، المهم ان هو يتقلب كويس. كده الخليط بتاعي بقى جاهز تمام. لو هتلاحظوا قوام العجينة معايا هو عجينة طرية لا هي سايلة ولا هي ماسكة في نفسها قوي. يلا بقى نشوف مرحلة التشكيل بتاعته. للتشكيل بقى هستخدم كيس الحلواني وهستخدم معاه القمع اللي هو بيبقى مشرشر او زي النجمة اللي بيبقى واسع مش الضيق، ده اللي كان متاح عندي دلوقتي. لو انتوا عندكم الاوسع من كده ممكن تستخدموه. وهنبتدي بقى نحط العجينة جوه الكيس، نحاول بس ان احنا ما نملهوش قوي عشان نقدر نكبس بايدينا. في الوقت ده هبقى حاطة الزيت بتاعي على النار وهسخنه على درجة حرارة متوسطة. الزيت بتاعي جاهز زي ما قلت لكم على درجة حرارة متوسطة، يعني النار ما بتبقاش على عالية قوي ولا واطية قوي، بخليها على درجة الحرارة اللي هي بتبقى في النص. وابتدي اشكل الشورز بتاعتي واقص على حسب الطول اللي انا عايزاه، ونحاول ان احنا نخليهم كلهم يبقوا طول واحد. كمان نحاول ان احنا ما نملاش القلاية بتاعتنا علشان درجة حرارة الزيت ما تنزلش العجينة تشرب زيت. وبس كده هسيبها تتحمر لحد ما لونها يبقى ذهبي غامق شوية علشان تبقى مقرمشة من برة وطرية من جوه، ونتأكد ان هي اتحمرت من كل الجهات. هطلعها الاول اصفيها من الزيت وهحط شوية كمان، وتعالى اوريكو هنعمل ايه في الحبة اللي طلعوا دول. في طبق عندي فيه شوية سكر وبحط عليها سنة قرفة، لو انتوا بتحبوها بتدي طعم حلو قوي. هقلب فيه التشورز بتاعتي. بصوا من جوه عاملة ازاي، مستوية وطرية وطعمها تحفة. بتتقدم مع صوص النوتيلا او صوص الشوكولاتة البيضة، ببقى مسخنهم في حمامة سخنة وبحط عليهم معلقتين او 3 كريمة ونغمس فيها التشورز بتاعتنا. وعايزة اقول لكم ان هي بتبقى طعمها حلوة قوي وخفيفة وبتوصل معاكم لمرحلة الادمان. حلو سهل وبسيط، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. وما تنسوش سبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان لايك للفيديو وشير عشان تساعدوني ان الوصفات توصل لأكبر عدد من الناس. واشوفكم على خير، باي باي.